هنعمل السجق في البيت. طيب علشان نعمل السجق البيتي عايزين كيلو لحمة، 200 جرام دهنة، وعايزين 2 معلقة صغيرة زنجبيل، 2 معلقة صغيرة قرفة، 2 معلقة صغيرة كمون، رشة من جوزة الطيب، معلقة كبيرة من دبس الفلفل، 2 معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، 1 راس ثوم، 2 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، 2 معلقة صغيرة كبابة صيني، 2 معلقة كبيرة، لا برضو لا لا واحدة، يا واحدة معلقة كبيرة يا 2 معلقة صغيرة برضو بهارات سجق، ولو موجودة، مش موجودة مش مشكلة. ملح وفلفل، وعايزين فلفل حراق حسب ما انتوا بتحبوا، وعايزين فلفل احمر وفلفل اخضر، وعايزين الهنك. ايه هو الهنك ده؟ اللي هو بيبقى زي الممبار بالظبط بس الرفيع جدا، وده بتطلبوه طلب من الجزار، وهو طبعا موجود في يعني موجود عند اغلب الجزارين، لو مش موجود في لحظتها بيقدروا ان هم يوفروه لكم بالطلب. فانا دلوقتي هعمل الخلطه معاكو. اول حاجه هناخد الفلفل اللي عندنا، فلفل احمر. الحاجات دي عايزين نحطها في الكبه علشان لازم، او في الكيتشن ماشين او في هذا الشيء، علشان خاطر لازم تبقى ناعمه. وهنحط الفلفل الحراق، وده حسب الرغبه انتوا قد ايه بتحبوه حراق. وهنحط الثوم، ويلا بينا. يلا طيب دلوقتي هنحط بقى اللحمه اللي عندنا. بسم الله، استنوا خليني احط، يلا مش مشكله، نحط اللحمه. مهم جدا التوابل اللي قلتها لكم، بالذات الكبابه الصيني بتدي نكهه مميزه جدا للسجق بتاعنا. احنا هنعمل دلوقتي خلطة، وادي الدهن، لازم الدهن، لازم 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 نحط بقى التوابل اللي عندنا. عندنا الزنجبيل البودرة، كله القرفة، كل الحاجات اللي عندكم اللي مكتوبة حطوها، ويطلع معاكم احلى واضمن سجق بيتي. تمام. ودبس الفلفل، دبس الفلفل لو موجود برضو بيدي طعم حلو جدا. يعني انتوا لو كل المكونات دي موجودة تبقى انتوا كده عملتوا وصفة حلوة قوي للسجق الشرقي. ناخد بقى هذا الغطاء اللطيف ونحطه، ونبتدي نخلطهم مع بعض كويس. هنفتح بقى ونقلب كذا مرة، فيعني هنفضل نقلبها كده لغاية ما كلها تختلط. هي الكمية يمكن لو قللناها شوية يبقى أحسن، خلينا نقللها شوية علشان إيه أسرع. يا سلام، ما حطيناش ملح وفلفل. يلا حالا هنحط ملح وفلفل، ملح شوية كمان وفلفل. يلا اوكي، بس لازم كل شويه نفضل نقلب كده لغايه ما ايه، وما بيتحطلوش بصل على فكره عشان محدش يقول بصل. كفايه كده، خلاص كده تمام. بصوا اهو كده حلو قوي اهو،
شوفوا يعني ممكن كمان ضربتين كمان وخلاص. يلا بينا يا شيف نعمل السجق. بصوا احنا دلوقتي انا كل ما كانت كل مفرمة لحمة اي حد عنده مفرمة اللحمة بيبقى عنده الجزء بتاع السجق اللي هو ده، بيبقى كده زي ما انتم شايفين جزء اسطواني ومن النص مخروم كده زي ما انتم شايفين اهو. اول حاجة بس عايزين نحط اللحمة جوه المكنة دي. خلاص يلا بينا، خلينا نشيل دي من هنا او على الاقل دي عشان ايه تبقى الرؤيه واضحه. طيب الهانك يا جماعه زي ما اتفقنا بيجي من عند الجزار، بتقدروا توصوه عليه وبتقدر، وفي جزارين بيبقى عندهم جاهز اللي بيعملوا السجق بيجي هو كميه على بعضها كده، وده بيكون شكله كده زي ما انتم شايفين. شايفين قد ايه رفيع؟ لما بتيجوا بتشيلوه شيلوه في ملح. شايفين قد ايه رفيع؟ عامل زي الخيط. بصوا بصوا قد ايه رفيع. تمام، ده اللي بيعمل السجق البلدي، فبيتحط في ملح، ملح خشن، وبيتشال لغايه منعوس. طبعا كميه قليله منه ده بيعمل كميه كبيره جدا من السجق. لما تيجوا تستعملوه حطوه بس 5 دقائق في ميه بحراره الغرفه، بحراره الغرفه عادي. فدلوقتي احنا بس عايزين بعد ما نسيبه في الميه شويه اهي. امسك خليك ماسك يا هي من غير جلافزات. بصوا عايزين شويه ميه هنا كمان، عايزين شويه ميه هنا كمان اهي. عملناها نزحلقه بقى. يلا نبتدي ندخله كده، وحطوا ميه هنا وميه هنا علشان تبتدي تتزحلق معانا بهذا الشكل. شايفين اهي؟ ايوه، حطوا بقى دخلوا على قد ما انتوا ايه عايزين تعملوا. بص اهي شايفين اهي اهي، شايف بتطلع الروح شويه بس في الاخر ايه بتتزحلق بقى عادي جدا اهو. نقفلها بعد ما عملنا كده، هنقفلها تربطوها كده تمام. ويلا بينا شوفوا بقى بالراحه كده، هنبتدي ايه نلف لغايه ما اللحمه تبتدي اهي. بصوا كده بالراحه بقى يا جماعه. يلا نوري تمسكه لنا لو سمحت. لازم بقى ايه بالراحه بالراحه عشان بس ما يطرقعش منكم. شد بس كده يا نور. ايوه يعني ريح، بنريح. شايفين اهو، وكده نوصل للاخر وبنوقف علشان خاطر برضو عايزين نربطها من الاخر كمان ربطه تانية في الاخر كده. ايه زحلق منه، استنى انت اربطها تمام. بصوا هناخده ونعمل زي، هنعمل كده زي دي كده كده وكده، لفتين كده بالحجم اللي انتوا عايزينه بقى. شوفوا انتوا عايزينه قد ايه كده. بصوا يا حبايبي كده اهو اهي. بعد ما تعملوه بقى كده لو عايزين تكملوا بقى تعملوه زي بتاع الجزار بالظبط، بتيجوا بقى كده هنا وبتعملوا كده كده. شايفين كده كده اهو، وبندخل واحدة منهم هنا علشان نأكد العقدة. بعدين نرجع مثلا هنا ونعمل كمان واحدة كده كده، وبرضو نأكد على العقدة. وكده بقى عندنا السجق اهو. اعملوه بقى بالايه بالطول اللي انتوا عايزينه، وده اهو شايفين اهو ادي السجق بتاعنا.